الناموس مخزن مهدي، الناموس الناموس الناموس. بس مخزن مهدي ما عندهم ناقة عشان يسبقوا، عندهم قماش يا ابو سموه الناموس. 10 ألوان لكم يا حبايبي من قماش الناموس، صنع خصيصا لمخزن مهدي. شو 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 القماشة، شو القماشة كيف، شو لما اقول لكم القماشة لو تكسف ماشي فايدة، ما تتكسف. فعشان كذي هذا القماش أباكم اللي يحبون القماش الناعم والأملس والواقف ويعطيك هيبة خاصة للضعاف. الضعاف ناموسكم. تعرف وأنا قاعد أتلمس، أنا شفت في السوق السوبر، شفت الهندام، هذا ملمسه نفس ملمس الهندام، ولكن هذا شيء مطور وخاص بمخزن مهدي. تعال جربوا بس هالقماش اللي يجي ويلمسه بيعرف قيمته. الداشة كاملة مع الخياطة ها 25، بس لو خضيت 3 دهاديش مع الخياطة ب60 ريال يا بلاش يا رجل. أنا ما أعرف كيف أوصل لك الملمس. تعال تعال شوف شوف، قرب 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 عينك، أباك تي تشوف الملمس بس، بتقول يا محمد أي لون واحد، أنا خاطري أكثر من لون من الناموس. غير الناموس عندهم 40 قماش نازل جديد، وعليهم خصم في كل أفرع مخزن مهدي، وفي الفرع التجريبي أيضا في صور كذلك من 30 إلى 50%. تعال بخبركم، أنا أخذت للعيد، أخذت للعيد، أخذت أنا أخذت للعيد رأس الحد يا الله يا القماش، وأخذت الأشخرة قماش قماش. وعندكم من ألوان، تعالوا الماتشا أيضا نزلت ألوان من قماش الماتشا. إيش تبغوا؟ وايد 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 وايد، الحقوا على أقمشة مخزن مهدي. الحين هي الوقت عشان نشوف عبد السلام الجابري أخوي إيش الهدية. تخيلوا من التعب والشغل والضغط الحين فضيت 1 ساعة أني أفتحها. إيش مجهز يا عبد السلام؟ طبعا أنا ما فتحتها والله العظيم، ما فتحتها أبدا. ما شاء الله شاء الله تبارك الرحمن، يا الله على الهدية، يا الله على الهدية، كريستال عمان. واو 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 واو، وأتوقع أن أيضا هذا الخنجر عبارة عن، يا الله يا ريحة العود اللي طلعت. شكرا أخوي عبد السلام. ريحة العود طيبة، شكرا من القلب عبد السلام على هذه الهدية الجميلة.